كنت أحاول جعل نفسي جميلة من أجلك، لكنك لم تهتم، وكل ما تقوم به هو عمل مخططات غبية من أجل الشطائر الغبية. غبية؟ خلفية الشاشة الجديدة غبية وتجعل معالج معلوماتك بدين. ماذا؟ أوه، فلنهدأ قبل أن تقولي شيئا تندمين عليه يا كارين. هل تعرف ماذا؟ لا أحد يحدثني هكذا. أخرج. أنا لن أخرج، هذا مطعمي ولا أحد يرغمني على الخروج. شمشون، آسف جدا لأن كارين ألقت بك للخارج. ألقت بي للخارج؟ أنا ألقيت بها للداخل. هذا مكانك الآمن، لا بأس أن تتحدث عن مشاعرك. أحدهم عصبي. ماذا؟ ابتعد. هذا هو المكروه. نعم هذا جيد. أخبر سبونج بوب، لماذا تشجرت مع كارين؟ لا أعرف، كنت أفعل نفس الأشياء التي أفعلها دائما. إذا ألقت بك بسبب أنك تفعل نفس ما تفعله، فعليك أن تتعلم أن تفعل شيئا مختلفا. لكن أنا الأفضل. وأحيانا تصبح إلى حد ما قاسيا. أنا قاس؟ كيف تجرؤ؟ ربما أنت محق، يمكن أن أكون أحمق كبيرا أحيانا. أمرك أن تساعدني على أن أكون شخصا ألطف. حسنا يا شمشون، الخطوة الأولى كي تصبح شخصا ألطف أن تكون مراعيا. جرب أن تمسك الباب لأحد، أمر بسيط ويجعل الناس سعداء. هكذا من بعدك. أنا سعيد يا سبونج بوب. هل يخرجني أحد من هنا؟ حسنا يا شمشون، جرب أنت. لا بأس، لكن إذا قبلني سأنتحر. من بعدك. جرب هذا. من بعدك. لا يمكنني الدخول من هنا. كيف تجرؤ على رفض تصرفي لطيف؟ شمشون لا. هل يخرجني أحد من هنا؟ لا فائدة يا سبونج بوب، لا يمكن أن أكون لطيفا. أنا لن أستعيد كارين أبدا. ستستعيدها، لا يمكننا تغيير داخلك الفظيع، لكن ربما يمكننا العمل على خارجك الفظيع. وقت تغيير شكل. سيء. انسى الأمر يا سبونج بوب، كارين المرأة المثالية، ذكية جدا ومتألقة جدا. لن تقبل بعودتي أبدا. ستفعل، فقط تحتاج أن تفعل شيئا. كن حساسا، كن لطيفا، أظهر قلبك لكارين. هذه فكرة رائعة، سأضع مخططا كي أجعلها تغار وأحطم قلبها. أوه عزيزتي شيلبي نوتيكا، أنت أكثر امرأة جميلة وقعت عليها عيناي. شمشون تقول كلاما جميلا يا أخي. لم أعرف ما هو الحب الحقيقي حتى التقيت بك. جعلتني أسعد فتاة آلية في العالم. هاي أنت، أبعدي يديك عن رجلي. فلتتراجعي يا سيدتي، لا أحد يمكنه جعل شمشون سعيدا مثلي. نحن توأم روح وسنتزوج ونطبع 1040 طفلا. ألف ماذا؟ أنت حقا تحبينه؟ لن أقف في طريقك. شمشون لك. نعم. لا، الهدف من الخطة هو أن أعود إلى كارين ثانية، وأنت تفسد هذا. آسف يا شمشون، لقد كنت لطيفا معي. انتظر لحظة، لم تكن فقط تتصرف بحماقة، تعني أنك وضعت كل هذه الخطة الغبية لتستعيدني؟ بالطبع فعلت، أفعل أي شيء من أجلك يا عزيزتي، حتى قضاء الوقت مع هذا الأحمق. هذا لطيف جدا. تعال هنا يا حبيبي.